اليوم حنتكلم عن حاجة جديدة، وتقريبا أول حاجة هي في البرمجة اللي هي الجمل الشرطية، جمل اتخاذ القرار. ومن أهم الجمل اللي موجودة هي الجمل الشرطية. في عندنا نوعين من الجمل الشرطية، جملة if statement والجملة الثانية switch statement. هذا هو موضوعنا اليوم. أول حاجة حنبدأ بجملة if statement. جملة if statement جملة شرطية بتتحكم في تنفيذ جزء من الشرط اللي موجود. خلينا نشوف تمهيد عملي صغير وبعد كده نفوت في محاضرتنا. لو جينا على النت هنا، نت بيمز، في عندنا الكلام هذا. نوقف هذا الكلام وهذا كمان وهذا كله. دكتور سامعيني؟ سامعيني. اوكي، احنا متفقين ان الدبل سلاش هذه بتوقف الجملة صح؟ مظبوط؟ دكتور التسع مش مبينة، ما فيش صورة، تمام، مش مشاركة للعرض. كده تمام؟ تمام. طيب لو جينا لبرنامج زي البرنامج هذا، أول حاجة في عندنا جملة الإدخال، فاكرينها؟ لو كنا بدنا ندخل متغير معين، في لازم نستخدم مكتبة اسمها جافا اوتوريتي دوت سكانر. هذه بتبقى مكتوبة تحت الباكج على طول، يعني هذه بتكون معرفة على البرنامج مباشرة. أوكي، بعد هيك بنقول له سكان. بنيجي بنقول له سكانر اوتبوت، متغير اسمه اوتبوت بيساوي نيو سكانر سي او سيستم دوت ان. ايش يعني سيستم دوت ان؟ يعني حنستخدم مخارج او حنستخدم المدخلات الموجوده في النظام، حنستخدم شيء من موارد النظام اللي هو اجهزه الادخال. وفي عندنا حنحط اللي حندخله، حنوضعه في المتغير اسمه ايه؟ انبوت. بعد كده سيستم دوت اوتبوت دوت برنت لين انت ان انتجر اكس. ايش حيطبع هنا الجمله هذه؟ الناس اللي معي انتر ان انتجر اكس، حيطبع الكلام هذا زي ما هو. الجملة. تمام. بعدين انتجر اكس بيساوي انبوت دوت نيكست انتجر بتوين تو كوتيشن، يعني اسمح لي بادخال قيمه للمتغير اللي اسمه اكس. اسمح بادخال قيمه لمين؟ للمتغير اللي اسمه اكس. يعني استخدم الكيبورد، ادخل قيمه معينه، والقيمه اللي انت بتدخلها على الكيبورد حطها وين؟ في اكس. سيستم دوت اوت برنتلين انت انتجر واي، هيطبع القيمه اللي داخل التو كوتيشن زي ما هي. بعد كده انتجر واي بيساوي input dot next integer كذا، يعني استخدم وحدة الإدخال اللي هو الكيبورد علشان تدخل قيمة، والقيمة هذه هناخدها ونحطها وين؟ في y. تمام؟ system dot out println x is greater than y أو يعني أكبر من أو أصغر من، أو خلينا نطبع هنا x و y قيمة ال x، وبدل ما نطبع هذا ونطبع هنا قيمة الـ X، ونطبع هنا قيمة مين؟ قيمة الـ Y. حيطبع هذا الكلام زي ما هو، وحيطبع قيمة X وقيمة Y، مظبوط؟ نيجي نجرب البرنامج نشوف. في ايرور. في شاد يطبع قيمة اكس.
لا هو تقريبا هو مش في هذا، هو فوق. تقريبا الاو هنا. ما علينا مش مهم. ما علينا. خلينا نشيل الأقواس هذه كلها ونضلنا زي ما هي. الآن لو ما فيش جملة if statement موجودة هنا، هيطلع الكلام هذا زي ما هو مظبوط. system.event أو نجاب نوقف هذه الحالة. هاي ادخل قيمة x، شايفين تحت هنا، شايفين هنا تحت، ادخل قيمة x، هاي قيمة x بخمسة. ادخل قيمة y، قيمة y كمان بستة. تمام، هنا طبع انه الاكس اكبر من واي، طبع اي كلام يعني، لكن الجملة هذه طبعها مباشرة بدون اي حاجة. هنا الاكس بخمسة، دخلنا الاكس بخمسة والواي بستة، لكن اجى طبع لي انه الاكس اكبر من واي، وهذا كلام مش مظبوط صح؟ لو جينا نشغل الجملة الشرطية هذه اللي احنا موقفينها ورجعنا مرة ثانية، ادخلنا الاكس زي ما بطلب هنا بخمسة والواي بستة، طبع جملة اكس از جريتر دان واي؟ لا، ما طبعش انه الاكس جريتر دان واي، لانه ايه؟ هنا في شرط اف الاكس اكبر من واي، اطبع الجملة هذه. تمام كده؟ واف الاكس بيساوي واي، اطبع الجملة هذه. وتحت اف الاكس لا يساوي واي، اطبع الكلام ايه؟ الكلام هذا. تمام كده؟ ايش اللي ايش المغزى اللي احنا بدنا اياه من هنا؟ بدنا نقول انه في عندي جمله شرطيه بتشترط، اذا تحققت جمله الشرطيه حينفذ مجموعه جمله او مجموعه من الجمل. اذا لم تتحقق الجمله الشرطيه هذه مش حينفذ مجموعه من الجمل. يعني اذا بنقول اذا والله اذا رحنا على الجامعه حناخذ محاضره، مظبوط، لكن اذا ما رحناش على الجامعه اكيد انه احنا مش حناخذ محاضره. يبقى الشرط عشان اخذ المحاضره انه اروح على الجامعه، والشرط هنا انه عشان اطبع انه اكس از جريتر ذان واي، اكس اكبر من واي، بنقول انه ايه؟ لازم تكون الشرط انه اكس اكبر من واي عشان اطبع الكلام هذا. وهنا عشان اطبع انه الاكس بيساوي واي، لازم الشرط هذا ايه؟ يتحقق. وهنا لازم عشان اطبع الكلام الموجود هنا، لازم انه الاكس يتحقق انه لا يساوي واي. مفهوم الكونسبت هذا؟ مفهوم الكلام؟ نبدا في المحاضره. عشان يشتغل في الجمل الشرطيه هذه، في عندي ثلاث انواع من جمل اف ستيتمنت. الجملة الشرطية الأولى اللي اسمها simple if statement، الجملة الشرطية البسيطة أو جملة if إيه البسيطة. في ثلاث حالات، إذا تحقق الشرط المنطقي إذا حينفذ جمل، لم يتحقق الشرط المنطقي لم ينفذ جمل. أول حاجة في عنا if statement، وبتكون الفلوت شارت تبعتها بالشكل هذا. إذا كانت الدنيا سقعة بها، إذا كانت cold outside، حيلبس كود وحيلبس هيت وحيلبس جلافز. تمام؟ لكن لو ما كانتش الدنيا كولد، لو ما كانتش الدنيا ساقعة، مباشرة مش هيعمل ولا حاجة من الكلام هذا. والصيغة العامة إلها if البوليان اكسبريشن از تو، إذا كان الشرط المنطقي صح حينفذ الجملة أو الجمل اللي بعديها. فور اكزامبل if الكولد اوتسايد، حينفذ ثلاث جمل. إذا كان نفذ جملة واحدة، الأقواس هذه المتعاجة ما بتلزمش، يعني الجملة الشرطية. ما في الشاشة يا دكتور.
يبقى الصيغة العامة if boolean expression is true. إذا كان البوليان expression صح، إذا كان التعبير الرياضي اللي احنا بنتكلم عليه صح أو المنطقي، حينفذ جملة أو مجموعة من الجمل. طب مين بحكم اللي ينفذ جملة أو مجموعة من الجمل؟ البراكتس الموجودة هنا، الشرط. الشرط طبعا، الشرط إذا تحقق حينفذ جملة أو مجموعة من الجمل. مين اللي بيحكم إنها تكون جملة واحدة أو مجموعة جمل؟ القوسين الأقواس الموجودة هنا. والله الإف ستيتمنت هذه إذا إلها أقواس، يعني مجموعة الجمل بسموه بلوك أوف إف، اللي هو البلوك للتابع لإف، حينفذ كل الجمل الموجودة بين الأقواس. والله إذا مش موجود أقواس بالشكل هذا، مين الجملة تبعت إف ستيتمنت؟ فقط الجملة الأولى، تمام؟ يبقى والجملتين التانيين حينفذهم، تمام؟ مش مصدقين الكلام هذا؟ نشوفه بشكل عملي. نيجي ناخذ الكلام هذا كنترول في ونروح فيه على النت بيمز ونحط الكلام هذا كلياته وين هنا، نحط الكلام هذا هنا، وبدل بدل ما هو called outside، إذا x بيساوي y، إذا كانت x بتساوي y، الآن مين تبع مين الجملة تبع الكلام هذا؟ اللي هي الجملة الأولى. الأولى. الجملة الأولى. بدنا نطبع هنا حاجة. كنترول سي. حنطبع الكلام هذا كله. وهذه كمان حنطبعهم وننفذ البرنامج نشوف. والله أدخل قيمة X هنا، هاي قيمة X 5، أنت أدخل قيمة Y، قيمة Y 5، الـ X بيساوي Y، إيش متوقعين إنه يطبع؟ هيطبع مين؟ أول جملة، أول جملة كلهم، والثانية والثالثة، هيطبع الثلاثة. ليش حيطبع الثلاثة؟ أول جملة حيطبعها لأنه الـ X بتساوي Y، تاني جملة وثالث جملة حيطبعهم لأنهم أصلاً موجودين في البرنامج، مش داخل الـ X بتساوي Y. نشوف هاي هنا طبع الثلاث جمل، شايفين؟ لكن نيجي نحط الثلاث جمل هدول جوات البراكتس الموجود، صاروا الثلاث جمل هدول تعون مين؟ صاروا الثلاث جمل هدول وين؟ هنا تعون هذا. نشوف هاي الاكس بخمسة، هاي هنا الاكس بخمسة والواي بخمسة، هلقيت حيطبع الثلاث جمل من هنا. انت هاي انت طبع الثلاث جمل من وين؟ من الاف. والدليل انه طلع طبع الجمل الثلاث جمل من الاف، لو جينا قلنا له انه الاكس بخمسة والواي بستة، مش حيطبع ولا جملة من الجمل هذه. شايفين؟ ايش النتيجة هنا؟ ولا جملة طبعهم. طب لو شلت هذه الاقواس وروحت مرة ثانية، اعطينا الاكس هنا بخمسة والواي بستة، ايش حيطبع؟ مين معنا؟ ايه؟ لانه اكس لا تساوي واي، مش حيطبع حاجة، قيمة خمسة هنقول لا خمسة وقيمة واي ستة، فمش حيطبع لانه لا تساوي، حيطبع الثانية والثالثة، الأولى لا. تمام يا عبد الله، خالد أنا تمام يا خالد، حيطبع الأولى الثانية والثالثة. الأولى مش حيطبعها ليه؟ لأنه الأولى فقط تبعت هذا، التنتين التانيين مش تبعونا. أنت طبع الثانية والثالثة،
واكتش بصيروا التنتين التانيين تبعونها زي الاولى لما حط الباكتس الموجودين هنا بصيروا التلاتة هدول تبعون اف، لكن مدام ما فيش باكتس مين اللي تبع اف؟ فقط الاولى. تمام كده؟ مفهوم الكلام هذا؟ الأرقام 5 و 6 يعني زي ما بدي أنا بحطهم؟ طبعاً هذا برنامج، برنامج يأخذ أي رقم. تمام؟ هذا يقولنا المجموعة البراكتس الموجودة. طيب البوليان إكسبريشن أو الريليشنال إكسبريشن لو إجت عندي أكبر من، بقدر مثلا انه الx اكبر من y، x greater than بكتبها x اكبر من y بالشكل هذا بتنكتب. اذا كانت اصغر من بتنكتب بالشكل هذا، اذا كانت اكبر من او يساوي هي طريقه كتابتها، اذا كانت اصغر تقريبا كلياتهم نفس الحاجه، اذا كانت يساوي هذه يساوي واحده بتنكتب دبل يساوي، اذا كانت لا يساوي تنكتب بالشكل هذا. واضح كيف؟ هاي كل التعبيرات المنطقية الموجودة عندنا. نكمل. في عندنا برنامج. البرنامج هذا ايش بقول؟ بقول اول حاجة الباكج، اسم البرنامج الموجود عندنا او اسم المشروع، import java utility scanner. لايش هذه؟ لايش هذه يا وينكم معايا انتو؟ معايا ولا فيش حدا معايا؟ معاك. ماشي يا اسلام. اسلام لايش الامبورت جافا اوتيليتي سكانر؟ جملة لايش؟ عشان تسمح لي اني ابدأ عمليات الادخال من الكيبورد. كويس؟ السماح، هذه الجملة معناتها السماح بإدخال أو باستخدام اللي هي الكيبورد للإدخال. بعدين public class اسم الكلاس تبعنا، والpublic static void class اسمه السكانر. input new scanner system dot in. إيش يعني؟ إيش يعني خالد؟ عبد الله؟ خالد وعبد الله؟ سكانر ماسح. السكانر هذا مين السكانر؟ اللي هو المسموح على الادخال، الجهاز اللي بيسمح للجافا انها تستخدم وحده الادخال، الجهاز اللي بيسمح للجافا انها تستخدم وحده الادخال. مظبوط دكتور لو سمحت اقبل رواء. طيب دقيقه خليكم معنا. يعني بهمس مسجان التليفون بس اقبل البنات اللي بدهم يفوتوا. قبلتهم ماشي خلص. الان اسكانا هو عباره عن الامر الموجود في الجافا اللي بيسمح لنا باستخدام ادوات او مصادر الادخال. عيد ثاني، الجافا هو عباره عن الامر اللي موجود في السكانا، عبارة عن الأمر الموجود في الجافا اللي بيسمح لنا باستخدام أدوات الإدخال. بعد كده سكانا أدوات السماح بأدوات الإدخال، وخلي عنا افترض إنه في عنا متغير اسمه input، حط لنا جواته أي مدخل جديد. هذا الكلام إيه؟ معناته حط أي مدخل جديد جوات المتغير اسمه input. واضح الكلام؟ بعد ما حطينا اي متغير جديد في المتغير اللي اسمه مدخل input، هنيجي نقول له system.out.println انت كلام مطبوع زي ما هو. مظبوط؟ اطبع انت على integer x، ادخل integer اسمه x. بعد كده integer x بيساوي الانبوت نيكست انتجر، يعني انا هدخل الان مدخل جديد. المدخل الجديد وين هتحطه؟ هتاخده من الانبوت وتخزنه وين؟ في الاكس.
مش قلنا الانبوت هو اللي بياخد اي حاجه جديده مدخله؟ بدنا ناخد القيمه المحطوطه في الانبوت هذا ونوديها على اكس. فاهمين ولا حاسسكم مش فاهمين النقطه هاي؟ مش فاهمين، نجربها على البرنامج احسن. هي مش على البرنامج، هذا كونسبت. طيب طيب هنشوف، هوصلكم اياها انا بطريقه معينه. نيجي هنا نعمل بالطريقة البدائية، بس افطر في طالبات قبلهم لم يحضر المحاضرة. قبلت الكل يا هذا، ما حدش عطفكم محامي عن حدا، كل اللي بيجي عندي بقبل أول بأول. لسه ميتة يا دكتور. ما قبلت الكل. لو جينا عندنا هنا أول حاجة، في عندنا جهاز الكمبيوتر، اوكي، هاي في عندنا جهاز الكمبيوتر، تمام. جهاز الكمبيوتر هذا في وحده ادخال ووحده اخراج ووحده وكذا 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 وكذا، ماشي. جهاز الكمبيوتر هذا الجافا عايزه حاجه تسمح لها انها تستخدم وحده الادخال. الامر اللي بيسمح للجافا انها تستخدم وحده الادخال اي امر؟ أمر اسمه سكانر، كويس. هذا أمر في الجافا بيسمح للجافا أنها تستخدم وحدات الإدخال الموجودة في الكمبيوتر. بعد كده، بعد ما تستخدم وحدة الإدخال الموجودة في الكمبيوتر، بتيجي بتحط اللي أخذته من وحدة الإدخال بدها تحطه في متغير هنا. ولنفترض إحنا بدنا نسمي المتغير هذا اللي هو input. يبقى أخذت من وحدة الإدخال وحطت وين؟ في الإنبوت. بعد ما حطت في الإنبوت، في متغير تاني اسمه next next line. هذا هذا الكمان اللي هو بالمفهوم هذا، لكن اسمه مختلف في البرنامج. بياخد اي حاجه بدها تدخل وين بحطها؟ بحطها في الانبوت. وبعد كده هنبني متغير في الذاكره تبعنا، ناخذ الكلام الموجود في الانبوت هذا ونوديه وين؟ على المتغير. يبقى حناخده وين؟ في حاجه ثالثه هنا، هنلعب ندخله في المتغير تبعنا اللي اسمه اكس. مفهوم؟ وهذا الكلام اللي احنا وين تو عملناه عندنا في البرنامج. اول حاجه قلنا له اسمح لنا هنا، اسمح لنا استخدام، اسمح باستخدام هذا، اسمح، اكتبوش بالعربي، هاي اسمح باستخدام وحدات الادخال، تمام. تمام كده، هذا أول حاجة. وين راح الأمر؟ ليش عامل زي هناك مكان الثمانية بعمل إيرور وبتخرب؟ هذا هنا الأمر هذا معناته اسمح باستخدام أدوات. في خطأ يا دكتور. كيف؟ باستخدام، في كلمة باستخدام. في خطأ، ما نكتبش بالعربي إحنا. اسمح باستخدام أدوات الإدخال. تمام؟ هذا معناته الأمر الموجود هنا. بعدين تحت هنا كمان ما أدخل خزنه في متغير اسمه، ايش اسمه المره هذه؟ الانبوت. ما ادخل الا هيدخل اي حاجه هتدخل من وحده الادخال، خزنها وين؟
في متغير اسمه input. بعدين هنا ما أدخل في الانبوت، ما أدخل في المتغير، ما أدخل في المتغير input أنقله إلى المتغير مين X. ما أدخل في الانبوت، في خطأ، في خطأ في الجملتين يا بنت. أنا عشان استخدمت الإنجليزي والعربي بكتبش إنجليزي هذا، بس توضيح لازم نكتب بالعرب بالإنجليش عشان بكتب بالعربي والإنجليزي، بس توضيح هذا. هيو ها نيجي هنا أيوة كده بطل في خطأ، بطل في خطأ هيك، بطل في خطأ كده. ما أدخل في المتغير خزنه، تمام، خزنه في الانبوت. بعدين خود اللي أدخل في الانبوت، ما أدخل في الانبوت وين وديه؟ انقله على X، تمام. واضح الكلام هذا؟ تمام واضح. حطلع وأجع تاني مباشرة عشان الوقت، ماشي؟ فياريت ترجعوا تاني على مباشرة.